واحد الجوهرة نقدموها للناس. السلام عليكم، نتمنى من الله كل شيء يكون على ما يرام. اليوم عندنا واحد الجوهرة نقدموها للناس، الناس اللي كتسبح اللي كتعوم، الناس اللي كتعوم نعطيهم هذه الجوهرة لأنها ثمينة. الجوهرة فاش كتنفعنا؟ كتنفعنا يعني كنحافظوا على الروح ديالنا. فعلا الاجل بيد الله، ولكن كنديروا اسباب، والانسان كيعوم كيدخل البحر كيخرج من البحر. اذا هاد النقطه هادي ضروري اي واحد تكون في باله ويكون عارفها لما يدخل البحر كيفاش غادي نتعامل. انا كنعوم دخلت البحر وشتني الواد، اذا كيفاش غادي نتعامل؟ اول شيء شوف الواد هو هذا بالضبط، كيف كتشوف يعني الواد في البحر بهذا الشكل، ولو هو ما كيبانش لينا بالعين المجرده انما مع الموج ومع الريح وهذا ما غاديش يبان لك الواد بهذا الشكل. اذا انا ملي غيشدني الواد كيفاش غادي نتعامل معاه؟ واش نمشي ضده، نمشي معاه، نمشي في الجناب، كيفاش غادي نتعامل معاه؟ هذا الشيء اللي غادي نشوفه اليوم عملي، نشوفه عملي وغنشوفه بعين مجرده وغادي نتيقنه. ما نبقاوش نسمعوا كل مره كنسمعوا، ربما غنقدروا نشوفوا غير فيديو من الفوق، لا غيدخل الانسان اللي بحالنا بحاله، غندخل البحر يعني بلا بالمات، غير يعني بلا معدات كيف ما كيعوموا جميع السباح. ولكن كيفاش غادي نجيري، كيفاش غنمشي مع هذا البحر؟ اذا كيخصنا هذه المعلومه نبارطاجيوها مع الناس ويعرفوا الناس اللي كتسبح. اللي ما كيسبحش راه ما يسولش على الكورو، ما يسولش على بان راه الوقت اللي غيجرو. هنا كاين ديريكت كتهبط، كاين فوندو، نهبطو ديريكت مول الفوندو. يعني الفوندو هو الماء كيكون واصل الفوق، يعني الناس اللي كتعوم. اذا بقاو معنا، الان تكلمنا بالنظري غنشوفوا العامين ان شاء الله. السلام عليكم، انتبهوا معايا، انا الان باغي نمشي لهذا المكان، ما يمكنش ليا نمشي اون فاس معاه لان كاين كورو قوي غنمشي لوجهه مجهوله. خصني نبدا من هذا المكان ونمشي ديريكت لهذا المكان، الكورو يلاه كيجيبني المكان اللي بغيت انا بالضبط، او يجيبني المكان يعني تقريبا شط البحر. وهنا غادي ندير طريقه عمليه، يعني كنسبح اتجاه مقابل معايا، ولكن انا ما باغيش نمشي لهذاك الاتجاه مقابل معايا، غنجي هنا لهذا المكان يعني اللي على يدي الشمال. يعني انا غادي كنسبح، غادي كنجليسي، يعني غادي مسارح، غادي ديريكت، ولكن الكورو راه جاي كيهبطني وانا عارفه جاي كيهبطني، ولكن انا دائما نمشي ديريكت، لان الا جيت في هذه الوجهه ديريكت غادي نمشي لمكان اخر. وشوفوا الان المهمه ديال لابوي، هنا راه ما شفتش هذه الفلوكه، ما شفتهاش نهائيا، ولكن الفلوكه شافتني، شافت لابوي، يعني خادت الحضر، يعني دارت. علاش كنقول هذه لابوي مهمه؟ شوفوا معايا الان انا غادي كانني غادي ديريكت، لكن الكورو راه مازال كيجي كيهبطني، جاي كيهبطني. انا غادي يعني الا بقينا كنشوفو، انا كيخصني المكان اللي انطلقت منه خصني نخرج لهذا المكان فين جالس هذا السيد، المكان ديال هذا السهم خصني نخرج تماك، لكن جيت الكورو جابني ودخلت يعني مسارح ودخلت المكان اللي بغيت. الان غادي نشوفوا الاخطاء اللي كيوقعوا فيها كثير من السباحه، كيسبحوا في البحر وما كيعرفوش الواد وكيفاش يتعامل مع الواد. غنديروا خطا، غنمشيو ضد الواد، يعني غنديروا خطا، وفي نفس الوقت مباشره من بعدها غادي نشوفوا كيفاش نخرجوا من الواد، الطريقه اللي نخرجوا بها، فين نخرجوا؟ هنا غنخرجوا في شي مكان، غنديروا داك الشيء عملي وغادي نشوفوه مباشره ان شاء الله. دائما كنسمعوا بان البحر كيدي السباح، علاش؟ لان
كيتعاكس مع البحر، كيبغي يخدم القوة ديالو مع البحر، كيقول أنا كنسبح مزيان. لا، البحر كيبغي العقل أكثر من القوة ديالنا. هنا يعني شوف السباحة مضبوطة، الراس يعني لتحت، اليدين مضبوطين، الرجلين مضبوطين، الجسم مساوي مع الماء، ولكن كاين خطأ. الخطأ هو كنتعاكس مع البحر، القوة ديالي كلها نخدمها مع البحر، يعني مع الواد ديال البحر، يعني باغي نخرج في هذاك المكان اللي أنا باغي، باغي نخرج في المكان اللي أنا باغي، اللي حاط فيه مثلا الملابس ديالي أو هذا، هذا أكبر خطأ كيرتكبو السباح. يعني هنا عيت، كتافي طاحو، مبقاش عندي القوة كيفاش نسير هاد المسافة، يعني البحر قوي عليا، الواد قوي عليا، كتافي بداو كيطيحو، كأنهم يعني مضروبين، كأنه ضربوا لي كتافي، ميمكنش. لهذا يعني بقيت كنصارع البحر، هنا الواد كيرجعني كنصارع والو، باغي نخرج المكان اللي أنا باغي، فإذا بي وقع المشكل وقع يعني الغرق الله يسر. ولهذا هذا هو الغلط اللي يقع فيه كثير من الناس. يعني هنا من وجهة أخرى اللي تتضح الصورة، يعني نفس الخطأ، غادي ضد الواد ديال البحر، باغي نخرج لقدام، جيت الموج لكن دارت الموقف، الآن شفت الفوق، يعني بالي الخطر، غيرت الوجهة مباشرة، الآن يعني صفر مجهود، ما كاينش مجهود نهائيا، يعني غادي بطريقة تابع الواد شوية عليا، يعني تابع الواد غادي شوية براس، يعني غادي خدام براس، يعني بشوية عليا، يعني نمشي لأي مكان، نمشي حتى كيلومتر نمشي بهذه الطريقة، ولو نقدر نشد طاكسي نرجع للمكان ديالي. إذن غادي بهدوء بشوية عليا، يعني بدون أي يعني المجهود ما كاينش، يعني بشوية عليا ونقدر يعني نخدم، نعود ندور على ظهري او نمشي براس بحال يعني اللي لقى فيها راحتي. الان بديت كندير براس بشويه عليا، يعني بشويه، انا عندي ما عندي حتى مشكل، بديت كنستريح، بديت كنرجع شويه الكرول، غادي ما كنخرج يعني جنب، غادي دقه دقه نز كرول، نعاود نستريح ثاني، نعاود ناخذ لا 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 يعني الاكسجين، نعمر لي بومو، نعاود نهبط راسي، نعاود ندير براس، يعني غادي بشوية عليا. الآن أنا وصلت بسلام، وصلت بسراح، اللهم بارك. يعني دائما نعرف راسي أشنو كندير، ما نتعاقش مع البحر، يعني ما نحاولش البحر يقمعني، يعني بشوية عليا ندور. الآن تكيت أنا دابا على ظهري، يعني بشوية يعني ما ندير أي مجهود، لأن في هاد اللقطة خصني نعيش أكثر، نقدر نهز وجهين، نهز يدي للناس، يشوفوني الناس، نقدر بزاف الحوايج ندير، ولكن باش نمشي ضد الكورو بواحد القوة، يعني راه 50 ثانية، دقيقة، جوج دقائق، الإنسان انتهى الأمر ديالو، رحمه الله. لهذا أنا غادي بكل ثقة في النفس شوية عليا، غادي بيا الكورو، نمشي مع الكورو. هادشي كيوقع الأغلبية، علاش كنسمعوا السباحة كيموتوا والبحر كيدي السباحة؟ علاش؟ كيخدمش عقله، كيبغي يخرج لهذاك المكان اللي هو، لا، هنا أنا غادي نمشي بشوية عليا، ما كاين حتى شي مشكل، غادي مع الكورو نخرج. ولهذا الإنسان قد ما بقى في البحر وعاش أكثر، قد ما كيعرف في كيفاش ينقد راسو. أنا كنعوم فوق الماء، علاش نبقى نتصارع مع البحر؟ ولو البحر يكون غادي يطلع كاع الفوق، نطلع مع البحر، راه غيطلقني الواد. المهم هو نوصل بسلام، ونوصل بخير، وواحد التجربة نديها، تجربة اللي صحيحة. يعني كيف شفنا الكورو كيفاش كيخصنا نتعاملوا، وكيف قلنا يعني هذه جوهرة السباحة، الناس اللي كتسبح، يعني خصنا نبارطاجيو الماكسيموم، الناس اللي كتسبح اللي وصل لهذا الشيء. يشدي الكورو، يشدي الواد، كيفاش كيخصني نمشي معاه، مابقاش ننافس معاه أو نخرج في شي مكان اللي أنا باغي نخرج فيه، نترخى ونمشي، يعني نترخى ندير كيف كنقولو حنا عومة الميات، أو ندير براس بشوية عليا بدون أي جهد، يعني صفر جهد، يعني ملي كنديرها ما كندير أي جهد، بالعكس هو دافعني وأنا غادي معاه. أما نمشي ضدو
يعني كنجي لراسي غير الهلاك والحفلة كانت كنولي في المشاكل، ولهذا إن شاء الله بقاو معنا مازال يعني نصائح. يعني شفنا هذا الشيء، شفنا عملي، شفنا في الميدان يعني بدون شك، ولهذا إن شاء الله يكون خير. وبقاو معنا مازال إن شاء الله عندنا بحار أخرى غادي نشوفوها، هذا مولي بوسلام يعني شفناه.